شيرين مسلم من سيرفيس كونسلتنج. بنتشرف دايما بكل الكلاينتس بتوعنا وكل العملاء، الناس اللي تراستد اس وتعاونوا معنا سنين في رحلات ورحلات احنا بنسميها او جيرني لللين ديبلويمنت واللين ترانسفورميشن. لما بنتكلم على ان احنا ازاي نطبق اللين في شركه او لين ترانسفورميشن، والحمد لله عندنا سكسس ستوريز مع اور سكسس بارتنرز كتير، احنا بنسعى ان احنا نغير الدي ان اي بتاع الشركه. انت بتنزل لحد مستوى العامل ومستوى الاوبريتور، انك بتخليه ازاي يفكر وازاي يطور من نفسه. فكر اللين ترانسفورميشن بيتم على 4 مراحل. المرحله الاولى اللي هي بتكون فاونديشن او ستابيليتي. احنا في سيمبيوس عندنا لين ديبلويمنت ويل اللي بنقيم عليها السكور بتاعك انت فين من اللين. احنا ممكن نطبق اللين بطرق كتيره. احد الطرق الشهيره اللي احنا بنشتغل بيها ان انا يبقى عندي سيستم ويبقى عندي اسسمنت تول. انا دايما بقول للكاستمرز ما تستناش ان كونسلتنت يجي ويتمشى كده في المصنع بتاعك يعمل لك شويه 5S وكام بروجكت امبروفمنت ولا فوكس امبروفمنت وهنا عملنا تشينج اوفر بروجكت ويقول لك اذهب فانت لين. نو ثينجز دونت هابن لايك ذس. انت لازم يكون عندك اسسمنت كرايتيريا انت فين من لين. عشان كده وي ار براود ان عندنا LAT لين اسسمنت تول بتاعتنا اللي احنا بنقيم فيها السكور بتاعنا احنا كام في اللين، كام اوت اوف 100. ليفل 1 الشركات اللي بتبقى اقل من 40 بتبقى في الريد زون، بعد كده بتخش في اليلو زون، مور ذان 70% بيدخل في الجرين زون which is so tough tool. طيب هالتول دي بتبص على 11 لين ديبلويمنت اليمنت، بتبتدي من الربع الاول اللي هو بتاع ستابيليتي. هاو كان يو هاف ا ستيبل بزنس كلتشر اويرنس وكل الناس عارفه اللين يعني عباره عن ايه. عندك استراتيجي ديبلويمنت وبتشتغل في تشينج مانجمنت وبتحط اونر للاليمنت ده. الاليمنت الثاني اللي احنا بنبص عليه اللي هو الفايف اس والفيجوال مانجمنت، ان احنا امبلمنتد في ايتش اند افري اريا في المصنع بتاعي او في الشركه بتاعتي او في المكتب بتاعي. طيب الحاجه الثالثه ان انا يكون عندي كايزن كونتينوس امبروفمنت، افكار الناس بتفكر وبتتطور. فده الربع الاولاني اللي هو بتاع ستابيليتي. بنروح للربع الثاني اللي هو بتاع الفلو، ان احنا ازاي بنفكر يبقى عندي ستاندردايزد ورك، فليكسبل اوبريتورز، ازاي بشتغل في المكان بتاعي، ازاي بعمل التي بي ام. نتحرك للربع اللي بعده ان احنا ازاي يبقى عندي بول، ازاي ان انا اقدر ابول بدل ما ان انا ابقى بوش. حتى لو مش هقدر ابقى بول اكسترنالي اقدر ابقى بول انترنالي واعمل كابلنج بين مراحل الانتاج بتاعتي. اقدر اعمل بول مع السبلاير بتاعي، اقدر اعمل بول مع المخازن بتاعتي، اقدر اعمل بول مع الكاستمر بتاعي. اند ذا جورني جوز اون. بعد البول والسينكرونايزيشن هم حاجتين بيمشوا مع بعض. دايما انت محتاج تسينكرونايز عشان تقدر تعمل بول، محتاج دايما everything should be synchronized عشان توصل للبول اللي هو المرحلة اللي بتوصل لها بعد كده. في السينكرونايزيشن انت بتبص على البروسيس everything should be synchronized. كل حاجة من دول ليها assessment criteria ليها tools. احنا في اللين بنسعى فعلا زي ما بنقول ان everyone should change. تبتدي من التوب مانجمنت، الناس بتاخد لين جرين بيلت، بتعمل بروجكتس، بيبقى عندك يور اون تيم. احنا في اللين ديبلويمنت يو هاف تو هاف يور فول تايم تيم، ذيس از نوت نيجوشيبل. ما تفتكرش ان انت الناس دي بتكلفك، بالعكس الناس دي بتسيف يو ماني وبتجارانتي سستينابيلتي. احنا في اللين ديبلويمنت وفي السكسس ستوريز اللي احنا براود اوف بنوصل ان الاوبريتور على المكنه اللي موجود في السعوديه، اللي موجود في مصر، اللي موجود في انجلند، اللي موجود في امريكا، اللي موجود في الامارات، اللي موجود في كل حته، هي سبيكس ذا سيم لانجويج. از ذيس ا فاليو ادينج جوب ولا نون فاليو ادينج جوب؟ هاو كان اي ثينك؟ هاو كان اي امبروف؟ طب ده هيرفلكت عليك بايه؟ على المانجمنت. 3 حاجات، ان احنا بنشتغل على ايفري ون وود بي انجيجد، مورال عالي في الشركه، برودكتيفيتي بتعلى وكواليتي بتتحسن وديليفري، وبالتالي الكوست بتاعتي بتدروب. فانا لما ببص البيزنس بتاعي انا ببص له ان انا عايز ازاي ابقى احسن وافضل كل يوم. مش هتقدر تعمل ايه ترانسفورميشن ولا تبقى احسن ولا افضل من غير ما تشتغل مع الاوبريتورز بتوعك والتيم بتاعك والمهندسين بتوعك والمانجمنت. ان ايفري ون شود بي الاين. شكرا.